السلام عليكم. درواز شوقي. السلطة المستقلة. الأمان مع هذا الفرد درس الأصلية. لكن هنا بسكر عدنا. بالمندوبية البلدية. ومخزون. عاود دير مراجعة. نحن على قدم وساق والجد جاهزون ليوم عرس الجزائر يوم 7 سبتمبر 2024. آخر الروتوشات اللي رانا نقوم بها تتعلق بالحملة الانتخابية. فيما يخص الحملة الانتخابية قمنا بتحديد عدد الأماكن، عدد الأقصى للأماكن حسب سكان كل بلدية. فيما يخص المساحات والأماكن والفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية قمنا بالتنسيق مع المصالح المعنية هنا على مستوى ولاية بسكرة والانتهاء منها وهي جاهزة لانطلاق الحملة الانتخابية في أحسن الظروف.